عودة معكم مشاهدينا لاستكمال حلقة ليلى من برنامج صحة وحياة، واليوم عم نتناول موضوع سرطان عنق الرحم. بحلقتنا اليوم ضيفتنا دكتور باميلا مونستر، بروفيسور اختصاص أورام في قسم الباطنية جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو أمريكا. ويلكم دكتور باميلا. وأيضا دكتور هالة منذر يونس، اختصاص نسائية والتوليد مستشفى زليخة دبي. أهلا وسهلا فيك دكتور هالة. كنا عم نحكي عن اكتشاف سرطان عنق الرحم من خلال مسحة عنق الرحم، يلي منذكر انه لازم المرأة المتزوجة تقوم بها دوريا كل 3 سنوات. قبل ما نتابع بأسئلتنا لضيوفنا بهالحلقة، بدي ارجع اذكر انه مستشفى زليخة تقوم بحملة صحية مهمة جدا للحفاظ على حياة كل سيدة، لانه من خلال الوقاية والكشف المبكر لسرطان عنق الرحم نقضي على سرطان عنق الرحم، وهذا هو الهدف والرسالة من هذه الحملة. الحملة مستمرة ل 15 أغسطس، يعني هي تقريبا 3 شهور. راح يكون في فري تيست، باب سمير تيست، مسحة عنق الرحم مجانا، وأيضا اللقاح للفتيات من عمر 9 سنوات ضد الفيروس HPV اللي هو المسبب لسرطان عنق الرحم. وهذه الوقاية مهمة جدا منذ الصغر للفتيات. بنرحب فيكم عن جديد ومنتابع. طب هل يعتبر اللقاح الخاص بفيروس HPV آمن؟ يعني كل شخص بياخذ هذا اللقاح، أو طفل أو طفلة، أنا ذكرته أنه الاثنين لازم ياخذوه، هل هذا الشيء يعتبر هني خلاص بمأمن عن سرطان مدى الحياة؟ About safety of this vaccine. So there was a lot of discussion about whether the vaccine was safe, and there's a lot of studies actually that it is safe. So some of the early concerns were some girls reported fainting. So now everyone who gets the vaccine gets observed for 15 or 30 minutes, so in case someone faints. But long term, there's no been any safety concerns with the vaccine. But there's problems with getting cancer. Cancer is bad. The vaccine is not a problem. Even some mild symptoms it causes, maybe at the site of injection, yeah. Some redness or swelling or something like this. It hurts a little when you stick a needle in it. Not like the side effects of cancer. هل هو آمن؟ هو آمن يعني على المدى القصير، هو آمن جدا. لأنه ما زال شنو على المدى القصير؟ على المدى البعيد بعدها البحوث غير كاملة، بس حاليا أنه يعني لما تجين تقارنين الأضرار اللي ممكن تحصل من أخذ هذا اللقاح مقارنة بحصول مرض سرطان عنق الرحم، يعني لا شيء يذكر. يعني أنت تتخلصين أنت من سرطان، فالأضرار الجانبية يعني في الشيء بسيط، ممكن أنه يعني طريق حقنة هي، فممكن مكان ضرب هذه الحقنة أنه يكون احمرار، انتفاخ قليل. مذكور انه ممكن يعني مرات نادره ممكن يسبب مثل حالات اغماء بسيطه. نعم، بس انا كان سؤالي هل هو امن كافي ل يعني اقصاء سرطان عنق الرحم، ما تعود تصاب فيه المراه ابدا؟ About safety regarding that there will be no more CA for the long life immunity. So the vaccine is very effective. It's actually really highly effective, probably more than 95%. We still would like to have people undergo pap smears. Because there's a 5% of the viruses are not covered, so that's why we still like to see a pap smear for women until a certain age. Because it is not covering all types of not all the viruses. Not all type of viruses. Yeah. But 95% of the viruses are covered. Yes. Not all. هو يعني نعتبره فعال جدا، لان يعني تقريبا 95% من الحالات هي راح يكون فعال جدا معهم، بس هال 5%، لان هو تعرفين احنا عندنا يعني الهيومن بابلوما او الفيروس الحليمي تقريبا اكثر من 100 نوع. الانواع اللي اذا تغطيها اللقاحات هي معظم الانواع اللي تسبب السرطان، لكن مو كلها. فهاي ال 5% نعوفها انه ممكن انه لما تكون اصابه بانواع اخرى. نعم، طب هل يؤخذ مرة واحدة هذا اللقاح ولا لا دوريا؟ Number of shots of virus or the vaccine. Shots of vaccine, okay. How many doses? So in girls 9 to and girls and boys 9 to 15 is 2 shots. Or 3 months apart. It's maybe sometimes it's 1 month or 6 months apart. For girls and boys after 15 it's 3 shots, and it's day 1 and then 30 days later and then 6 months later. يعني بالنسبة للقاح رح نعتمد، احنا قلنا اللقاح رح تكون من عمر 9 إلى عمر 26 سنة. نعم. فمن يكون من عمر 9 إلى عمر 15 سنة
فعدد الجرعات اللي راح يحتاجوها هي تقريبا جرعتين فقط كافية هذا العمر، بس يكون العمر أكثر من 15 سنة راح يحتاجون إلى 3 جرعات على مدى 6 أشهر، هاي تتقسم الجرعات. But there are different vaccines around, so it's good to check with the doctor like how to exactly give the vaccine. Okay. There's more than one vaccine now. طب كيف تفضل؟ يعني هناك عدد أنواع من هذا اللقاح، فيعني تشيكوها ويا الدكتور وكل طبيبتها تشيكها أنه أي نوع من هذه الفاكسين راح تاخذها. طب على أي أساس بيتم تحديد نوع اللقاح إذا في عدة أنواع؟ ونحن ما بنعرف هو فيروس واحد وعدة عفوا الفيروس 100 نوع. أي يعني حتى مرقمة هي، يعني مثلا الفيروسات اللي تسبب الأمراض السرطانية هي 16 و 18 هاي أكثر شيء، اللي تسبب الثقاليل الجنسية ممكن 6 و11. يعني طب الطبيب شو بيعتمد لوصف اي نوع من اللقاح؟ The doctor depends on which criteria to describe which vaccine. يعني ما نقول 100 نوع من اللقاح مش وهي اللي صنعوها هي اصلا، يعني عندك يعني اكو لقاح الثنائي اللي يغطي 16 و18 واكو لقاح الرباعي احنا نسميه اللي راح يغطي 6 و11 و16 و18 واكو حاليا لقاح يغطي 9 فيروسز يغطي 9 أنواع. Most of the vaccines cover 16 and 18 and that's the most common 2 viruses. No. Then there's a 4 virus coverage and there's 9 virus coverage and it depends a little bit where, what area it is, what viruses people have. That's how we decide. But a lot of it is availability. يعني هو أكثر اللقاحات تحتوي على فيروس 16 و18، يعني قلت لك هي أكثر يعني وحدة تكون فتاكة بأمراض عنق الرحم. بس هي تعتمد على تواجد هذه اللقاحات، يعني مو كل دولة بيها موجودة بها كل الأنواع. هي احنا حاليا تقريبا عندنا هي هاي 3 أنواع اللي قلت لك عليها، الثنائي الرباعي اللي يغطي 9 فيروسات، اعتقد اللي يغطي 9 ما موجود بهوايه من البلدان. يعني نعم يبقى لكن مثل ما بنقول بناخذ اللقاح وبنضل عم نعمل كشف الدوري كل 3 سنوات هو الاساس. طيب لما ناخذ اللقاح تستمر المراه بعد مثلا تزوجت بعدين وكبرت تستمر باخذ اللقاح عفوا بمسحه عنق الرحم ولا تستمر؟ اي لازم كمان 3 سنوات حتى لو اخذ اللقاح تستمر نفس الفحص الدوري. كونتينيو بابي سمير after taking the vaccine. رح نشوف فيديو قبل ما نروح ونفوت بالعلاجات. كمان بدي اسال بدنا كنا نحكي عن مراحل تطور سرطان الحليمات اللي بتكون موجوده وبيتم ازالتها للحمايه، صح دكتوره؟ في مراحل بيكون في مشكله بعنق الرحم بس منها سرطان. رح نحكي عنها، ولكن قبل خلونا نشوف فيديو بيعرفنا اكثر على مسحه عنق الرحم. So here you see the cervix and the upper part of the vagina. And here's the 3 cells that look abnormal. See, this is like the pink cells are normal and the brown cells are abnormal cells. هذا ماخذ لك يعني مقطع تشبيهي بخلايا عنق الرحم اللي اذا تشوفيها ورديه هي هاي الخلايا الطبيعيه، اللي نشوفها باللون البراون هي الخلايا المصابه بهذا الفيروس، وهذا هو فيروس الحليمي البشري. And here's how the virus is entering these 3 cells, and 95% of the cervical cancer is caused by a virus. هو هذا الفيروس اللي سبب سرطان عنق الرحم، تقريبا 99% من مرضى سرطان عنق الرحم لديهم هذا الفيروس. The pap smear is done by easily by inserting a speculum into the vagina and then take a small sample of the cervix with a brush that's هي هذه الطريقة اللي ناخذ بها العينة. يعني أكثر النساء يعرفون هذا الفحص الروتيني اللي هو بهذا يجروه دائما بعيادات النسائية، وأخذ هاي المسحة عن طريق فرشاة وترسل للمختبر. Then the cells are looked under the microscope for abnormalities. And you see here these brown cells look abnormal. وتحت المجهر راح يتم متابعة الخلايا، نشوف أي منها مو طبيعي ونشوف شنو طبيعية التغير اللي حاصل فيها. وهذه هي مسحة أيضا لعنق الرحم. And often this cancer is discovered in a stage where you actually cannot see anything by eye. That's why we use a brush so that we can grab the cells and then look at them under the microscope. This actually does not hurt. No.
يعني لهذا احنا نقول فحص مبكر عن طريق هاي المسحة، لان هسه مثلا نشوف هذا عنق الرحم من نشوفه احنا ما نقدر نشوف انه اكو تغير او لا بالعين المجردة. صحيح. It's really important to know. منا مؤلمة. ما لا ابدا مو مؤلمة. لأن حتى المرأة ما تحس بها اثناء فحصها الروتيني يعني. نعم. طب دكتور ذكرت حضراتكم انه في مراحل قبل السرطان بتم علاجها وهيك المرأة بتكون محمية من السرطان، شو هي المراحل؟ شو بيكون عم بيصير بعنق الرحم؟ stages before it gets cancer. What are these stages before? So the before it gets cancer is the virus enters the cells. No. And before it gets cancer that can be years, can be 10 years until from the virus penetrating the cells to actual causing stage zero cancer, then stage zero to stage one can be another 5-10 years. So sometimes it's 20 years from the infection to the cancer. So a lot of times they detect it by pap smear. No. يعني تقريبا الفيروس قلنا يستغرق 10 سنوات على ما يحدث تغيير بحيث نوصل الى stage zero. بعدين يحتاج لفت 5 إلى 10 سنوات حتى من stage zero الى stage one. فعندنا تقريبا 20 سنة احنا هذه هي. شو بيكون عم بيصير بهذا الوقت؟ مختلف تغيرات في الخلايا، يعني هذه التغيرات ممكن تشوفيها بس بالمجهر، يعني انت ما راح تشوفيها يعني ممكن. هذا كان سؤالي انه نحن في عندنا شيء بعنق الرحم متغيرات خلينا نسميه وما منه سرطان واكتشفناه من خلال مسحه عنق الرحم، شو بيصير؟ ذكرتي لنا من شوي دكتوره هلا في حلين مثلا ما شفتيها هسه انت مثلا هو شبه الشيء انه مثلا خلايا طبيعيه بينك وهذا يعني شو بيصير يعني شو الاجراء الطبي لنوقف هيدي الخلايا البنيه يعني انه تتحول لسرطان؟ هو بهذه الحاله احنا راح نتدخل بطرقنا العلاجيه المبكره اللي هي بعدنا مو شو هي؟ رح نحكي نسمع من دكتور باميلا عن العلاج بالمراحل المبكره. So the principle of treatment is that you remove the abnormal cells. So you can do this by cryo, meaning like you can freeze the cells and destroy the cells by freezing, mm-hmm. by very cold temperature. You can do by electricity and you burn the cells. Mm-hmm. And then you can take a knife and cut it out. So if you can just take a part of the cancer out. The important part is if you're a young woman and you have cancer, you want to preserve the uterus and you want to preserve fertility. So you don't want to take the whole organ out. If you're done with childbearing, sometimes we take the entire womb out because it's an easier procedure and it's safer. No. الطرق البسيطة اللي نستخدمها انت هي عندك هذا عنق الرحم وصارت به خلايا مو طبيعية فحتى تتخلصين من عنده لان هو الفيروس قاعد بهذه الخلايا فمجرد ان يعني نشيلها هذه الخلايا وطريقة ازالتها يعني بسيطة يعني اما باستخدام الالكتريسيتي الكهرباء العادية يعني مثل كوي كهربائي احنا نسميه او تجميد او حرقة او تجميد طريقة تجميد ايضا عندنا وممكن انه مرات يعني نقص هاي المنطقة يعني بس إزالت. يعني ازالتها يعني عادي بطريقة جراحية. نعم. هذه الطرق البسيطة يعني المهم هذا الشيء انه مثلا عندك انت امرأة بعدها ما عندها اطفال تريد تحافظ على خصوبتها وممكن تريد تعمل اطفال بعدها. نعم. فبهالطريقة انت حافظتي لها على الرحم ما اضطريتي تشيلين الرحم كله يعني لأن يكون من يكون عندك سرطان عنق الرحم لازم نشيل الرحم خلاص يعني. رح نرجع مع تفاصيل العلاجية لسرطان عنق الرحم ولكن بعد هذا الفاصل قصير وقلنا عودة مشاهدينا خليكم معنا.